السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التأمينات تبدأ خطة لاستبدال بطاقة صرف المعاش والتنفيذ من الشهر الجاري. قالت هيئة التأمينات الاجتماعية أنها ستبدأ استبدال بطاقة صرف المعاشات البطاقة الزرقاء إلى بطاقة كارت ميزة مجانا بداية من الشهر الجاري، وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري. وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت أن المرحلة الأولى للاستبدال ستكون في عدد من المحافظات وتبدأ اعتبارا من الشهر الجاري ولمدة 3 أشهر تنتهي في مارس 2022. تضم محافظات المرحلة الأولى السويس، إسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان. المرحلة الثانية في من يناير الجاي ولمدة 4 أشهر حتى نهاية إبريل 2022. محافظات كفر الشيخ ودمياط والمنوفية والأليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وإنه. وقال البيان أن القائمين بالصرف من ساكني باقي المحافظات على مستوى الجمهورية لديهم فرصة لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزة مجانا من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجاري وحتى نهاية مايو. وقال اللواء الجمال العوض رئيس الهيئة التأمين الاجتماعي إن في البيان أن البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحياتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة ولن تسلم لمكاتب التأمينات. وأضاف أن صاحب المعاش عليه التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن ومعه أصل بطاقة رقم قومي وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول للسلام كارت ميزة دون تحمل أي أعباء مالية. وكذلك يمكنهم التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري وإفادة مكتب التأمين نات الخاص المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش. وأوضح أنه لزيادة منافس صرف الاستحقاقات التأمينية يمكن للقائمين بالصرف عن من حاملي البطاقات الزرقاء التوجه إلى أي فرع من فروع الشركة المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخص لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على محفظة الهاتف المحمول. وقال رئيس الهيئة أن عملية التسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من 3 دقائق مع استمرار العمل بكافة المكاتب التأمينية دون الاقتباط بمواعيد العمل الرسمية وعدم انصراف العاملين إلا بعد حصول آخر عميل داخل المكتب على كافة خدماته. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.